معي من الموصل مراسل أخبار الآن لؤي أمين. لؤي مساء الخير، أي تفاصيل إضافية؟ نتحدث عن مناطق محيطة تتقدم فيها القوات العراقية، ماذا بقي منها؟ وبالتالي متى نتحدث عن اقتحام الموصل القديم؟ مساء الخير ميسون. مساء النور. نعم، القوات الأمنية اليوم أيضا اليوم أعلنت توغلها مسافة 800 متر في منطقة القديمة في المدينة القديمة باتجاه جامع النوري وكذلك باتجاه شارع الفاروق، حيث قتلت العديد من عناصر داعش وفجرت ثلاث سيارات مفخخة، وأيضا تم الاستيلاء على مكتب الحسبة لداعش في منطقة الزنجيلي.